صباح الخير. صباح النور. شو وين توتي؟ حطيت لك اياهم امبارح بالقنينة، خفت تختنق. ايه وين القنينة؟ ماني شايفتها. القنينة تبقي هنيك حاططها. تفضلي فرجيني وينها. يا ربي عليك نفس الفصل ده، كوني هلا حاطه فيني يا بدك بقى تقوم عن جد تختنق. حطيتها بالقنينة امبارح لين هون. وين راحت؟ ما بعرف. هي القنينة؟ لا صغيرة. صباح الخير يا صبايا، كأنه هلا فايقين. أنا فقت قبلكم من زمان ورحت لعبت رياضة، لازم تفيقوا بكير معي مشان تلعبوا رياضة. شو؟ هيك أنصب؟ لك لا شو عم تساوي؟ يا بني شوفي هاي من وين جبتيها؟ امبارح لقيتها هون. هي يا بنينة. أنا وأمنينة شوفي شربتي لي توتي. شربتي لي توتي يا مجرمة. يمو مين توتي؟ يا الله والله العظيم هذا اسمه جنان. يعني هلا من كل عقلك انت بدك تتركي البيت وتمشي؟ انا حكيت يلي عندي، يا انا يا هي بهالبيت. اوف لسه ما وصلت بلشت غلاظه واذى. يعني والله ما بصير هيك. ساعتها زعلانه؟ اذا بدكم تستحملوها تصطفلوا، انا مالي طايقتها. لشو هالحركات ميديا؟ هذا كله كرمال السمكه؟ اسمها توته، 100 مره قلت لكم. بعدين توتة ما كانت مجرد سمكة، كانت أعز رفيقة عندي. قولوا لها لست لبنى إني بحياتي ما حسامحها. خلص أنا ماشي. استني ميديا، إذا قلت لك إنه السمكة اللي كانت بالقنينة اللي شربتها لبنى مو توتة، تسامحيها للبنى؟ شو قصدك؟ مبارح هزار ساعدتني بالجلي فكبت توتة بالغلط بالبلوعة، فاضطرينا نشتري لك سمكة غيرها بدون ما تحسي. بالبلوعة؟ وانت كنتي عارفانة وساكتة؟ لا يا نور لا، يا ريتك ما حكيتي. بتتذكري وقت اللي رحتي على اللادقية وقلتي لي انه طعمية لتوتة؟ ايه. وانا نسيت طعمية، ولما تذكرت كان تأخر الوقت. موتيها من الجوع؟ تقريبا. بس انا مشان ما تزعلي رحت جبت لك وحده ما بتفرقيها عن توته باي شيء. انا ما عم صدق يلي عم اسمعه. انت سميحه بتعملي فيني هيك؟ طيب اذا قلت لك انه هديك اللي روحتها سميحه وموتتها من الجوع ما كانت توته، تسامحيها؟ ايوه صراحة ميدو، السمكة اللي انتي جبتيها من الأساس من أول ما اشتريتيها كانت مرضانة، يعني حتى أنا تاني يوم شفتها هيك فايشة على وش المي وعطيتك عمرها. انت أنا نزلت على السوق وجبت لك واحدة بدالها، تسامحيني أنا؟ ها شي حلو، معناها ما في عتب على الغريبة. لك انتو رفقات انتو؟ شلون هيك بتكذبوا علي وبتخدعوني؟ هلا هذا اللي فهمتيه يا ست ميديا؟ على فكرة أنا كنت سمعاني كل الحديث وحسدتك على هيك رفقات بيحبوك وبيخافوا على مشاعرك. بعدين يا ست ميديا إذا كتير قعدتي معك مضايقتك فما في داعي تعملي كل هالفصول، لأنه أنا أكيد لحالي ما رح أقبل إني أقعد بهيك جو. عن إذنكم. استني شوي بس فهميني، كيف قدرتي تبلعي السمكة بدون ما تحسي؟ مع اني اخر وحده اجيت فيها على البيت، ويمكن ما بعرف عنكم كل شيء يا صبايا، بس بتصوري يا ست ميديا انت اخر وحده بتحكي فيها عن الاحساس. يعطيكم العافيه صبايا، شكرا كثير لكم، انا ماشي. لبنى لبنى شبكي ليش هيك عم تطلعي فيني؟ بعدين اذا لساتكم متضايقين مشان توتي خلص انا سامحتكم مش الحال. اي قومي معي، قومي يلا. لوين؟ شو لوين؟ بدك تقومي تعتذري من المخلوقة يلا. ماشي زودتها ما هيك؟